السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هشرح لكم ازاي نربط بين جدولين او اتنين كوليكشن في مونجو دي بي او تو سكيما يعني. تمام، طبعا احنا عارفين ان مونجو دي بي نو سيكوال داتابيز، وكنا بنربط في السيكوال داتابيز، يعني نو سيكوال داتابيز ما فيهاش ريليشنز. يعني مثلا في السيكوال داتابيز عندك زي حاجه زي ماي سيكوال، عندنا حاجه اسمها الفورين كي. الفورين كي ده عن طريقه بنقدر نربط بين جدولين. يعني مثلا لو انا مثلا عندي هنا ده الفيسبوك بتاعي، مثلا عندي هنا بوست، تمام؟ طبعا كل بوست، تمام، هنعمل تيبل مثلا للبوستات، تمام، بحيث كل بوست مثلا لو ليه صورة مثلا زي البوست ده مثلا، وليه تايتل، تمام، وليه وقت، وهكذا. ماشي، عاوزين نربط بقى بين البوست ده وصاحب البوست اللي هو انا. ماشي، يعني البوست انا، البوست اهو انا صاحب ده في تيبل لوحده، تمام، بوست واحد، بوست اتنين، بوست تلاتة، وهكذا. ده في تيبل لوحده. صاحب البوست اللي هو انا بقى احمد الصباحي ده، فعاوزين نربط بين نجيب ده من التيبل اللي هو بتاع اليوزر، ماشي، ونربطه بالتيبل بتاع البوست. تمام، نعمل حاجه زي دي ازاي في النو سيكوال؟ في السيكوال عرفنا ان عندنا حاجه اسمها الفورين كي، في النو سيكوال بقى هنعرف ازاي نربط بين الجدولين، تمام، او بين الاثنين سكيما يعني. طبعا النو سيكوال مش ريليشنال داتابيز، يعني ما عندكش فورين كي، بس انا هوريك دلوقتي نربط بينهم ازاي. اول حاجه احنا عندنا، طبعا عندنا تيبل اسمه اليوزر، ودي ده مشروع عندي يعني شغال عليه. عندنا الراوتس بتاعت اليوزر اللي هو بيعمل كريت نيو يوزر وجيت يوزر واول يوزرز وهكذا وديليت يوزر وهكذا، ماشي. وعندنا طبعا السكيما بتاعت اليوزر، طبعا اليوزر ليه نيم وايمج وشاتس، ما تشغلش بالك بالشاتس ديت، تمام، ليه نيم وايمج يعني، والوقت، تمام، الوقت اللي اتكريت في اليوزر وتعدل في اليوزر. عاوزين نعمل بقى موديل جديد اسمه البوست، تمام. البوست ده اللي هو هيبقى موديل للبوست بتاعنا ده، هيبقى طبعا في التايتل والايمج، ماشي. طيب تعالى بقى نعمل موديل جديد، وانا هوريك دلوقتي ازاي هنشغله يعني. فهنقول بوست دوت جي اس، هتروح على الموديل فولدر وتعمل بوست دوت جي اس. طبعا ده مشروع عندي قديم فما تشغلش بالك. طيب اول حاجه عشان نعمل موديل جديد كنا بنستدعي منجوز، فبنقول كونست منجوز بيساوي ريكواير ايه؟ ريكواير منجوز، تمام. وهنستدعي حاجه كمان اسمها سكيما، هنستدعي السكيما من منجوز، كونست سكيما، تمام، بيساوي منجوز اللي هي ديت اللي هي اللي فوق ديت دوت دوت سكيما، تمام، عشان نعمل سكيما جديده. يعني انت عندك السكيما بتاعت اليوزر هنا، طبعا عاوزين نعمل سكيما بقى للبوست، ماشي. فهنعمل ايه؟ فهتقول كونست بوست سكيما اس سي اتش اي ام اي، تمام، بيساوي ايه بقى؟ بيساوي نيو سكيما، ماشي. طيب النيو سكيما ديت كل بوست مثلا يا سيدي عاوزين يبقى ليه التايتل، وده نوع سترنج عادي، تمام، ممكن نشيل الكيرلي بريسز دول، طالما هتكتب سترنج اكتب سترنج كده على طول يعني، لو مش هتحط كونديشنز او اي حاجه. وممكن يبقى ليه الديسكريبشن، هو ما فيش بوست ليه ديسكريبشن اصلا، هو التايتل بس، صح. وفي الايمج، تمام، الايمج بتاع البوست لو ليه صوره مثلا ودي تبقى من نوع سترنج. وممكن كمان بقى اللي هو مثلا هنا وفي اللايكس بقى، دي طبعا هتبقى اري اوف بوست اي دي اوف يوزر اي دي. يعني مثلا لو دوسنا هنا مثلا هنشوف الناس اللي عاملين ايه، ها عندي يعني تفاعلات عندي، فهتلاقي الناس دي كلها، فكل الناس من دول برضو يوزر، تمام. فانت المفروض تعمل برضو ايه، والكومنتس برضو التعليقات، فانت المفروض برضو تربط بين اللايكات وجدول اليوزرز، بحيث لما تيجي تدوس على تجيب اليوزرز كده وتيجي تجيب يوزر محدد زي عبد الحي كده مثلا، فتقدر تروح على الصفحه بتاعته، ماشي. ما علينا يعني، المهم خلينا دلوقتي في الايه، في البوست اونر اللي هو انا. كل بوست ليه اونر اللي هو انا. يعني مثلا لو رجعت كده هتلاقي اسمي مكتوب على البوست، اي بوست مثلا البوست ده، فهتلاقي اسمي مكتوب على البوست والتايتل بتاعه. فاحنا عاوزين بقى نربط بين طبعا اليوزر، لو جيت تشوف هنا في انا عامل جيت ريكوست اهو، تمام، جيت ريكوست، فتلاقيني انا عامل يوزر اصلا بالفعل اسمه احمد، تمام، وطبعا ليه صوره اهي، تمام، وطبعا الشاتس فاضيه لان مفيش شاتس، وكريديت ات وابديتد ات، تمام. عاوزين نربط بين احمد ده والبوستات بتاعت احمد، ماشي. بنربط ازاي بقى يا سيدي؟ طيب هتروح للبوست سكيما هنا، ماشي، وهنعمل حاجه اسمها بوست اونر مثلا،
اتريبيوت اسمه بوست اونر. طيب ده بقى هيبقى من النوع ايه بوست اونر ده بقى؟ ده هيبقى نوع جديد بقى احنا ما خدناهوش قبل كده، اسمه اوبجكت اي دي. اوبجكت اي دي ده يعني ايه؟ انا هقول لك دلوقتي. بص يا سيدي، تقول له الطيب تمام، طيب تمام بيساوي منجوز دوت تايبس دوت اوبجكت اي دي. تمام. بص يا سيدي، لما بيبقى عندك تيبل تاني او سكيما تانية تمام، وانت في سكيما وعاوز تربط بين الاثنين دول، بتربط بين الاثنين عن طريق الاي دي. يعني مثلا البوست اونر هنا مش هناخد البوست اونر كله بحاله، يعني مش هناخد احمد ده كله بحاله كده زي ما هو موجود الاوبجكت ده كله ونحطه جوه، لا لا، احنا هناخد الاي دي بتاعه بس تمام. ولما تيجي تعمل بوست جديد هتباص الاي دي ده، هتباص الاي دي ده للبوست تمام، اللي هو للبوست اونر، وهو هيعرف ان ده صاحب البوست ان هو احمد. ولما نيجي نعمل جيت ريكوست على البوست ده عشان نجيب بوست محدد بالاي دي بتاعه، فيظهر لك البيانات بتاعت احمد دي كلها عن طريق الاي دي بتاعه تمام. وانا هوريك ازاي تعملها دلوقتي ماشي. فهنروح للبوست هنا، فانت بتقول له عندنا تايب جديد كده نوع اسمه بتجيبه من منجوز دوت تايبس دوت اوبجكت اي دي تمام. يعني التايب بتاعه كنا الاول بنعمل هنا سترينج وهكذا، لا هنا بقى ده هيبقى من النوع اوبجكت اي دي. يعني مثلا لو عندك سكيما تانية اسمها مثلا فولورز، فالفولورز دول بقى يوزر برضو تمام، هيبقى التايب بتاعها اري اوف ايه. لو عندك هنا اتريبيوت يعني اسمه فولورز مثلا او لايكس تمام، فهيبقى اري اوف منجوز دوت تايبس دوت اوبجكت اي دي تمام. فانا بدل ما اكتبها هنا كده كلها هقدر اطلع فوق كده اقول له بيساوي كونست اوبجكت اي دي، اوبجكت هتخزنها في فاريبل عشان ايه تبقى مختصره يعني تمام، منجوز دوت تايبس دوت اوبجكت اي دي، ونبص هنا لايه الاوبجكت اي دي. طيب حاجه تانية بقى محتاجين نحطها هنا عشان نعرفه ان البوست اونر ده تمام، الاي دي اللي انت هتبصيه ده هتروح تجيب لي بيه يوزر تمام. يعني لما تيجي تجيب البوست اونر هنا وانا هديك اي دي ماشي، يعني لما اجي اعمل فيتش للبوست هيرجع لي هنا اي دي، لا انا عاوزه بقى يعرف ان الاي دي اللي هنا ده يعود على اليوزر اللي هنا ده اللي هو في التيب في السكيما بتاعت اليوزر، مش مثلا بيعود على السكيما بتاعت المسج، لا انا عاوزه يعرف ان هو بيعود على السكيما بتاعت اليوزر. فهتعمل هنا ايه؟ هتروح يا سيدي هنا في البوست تمام، وعندك يعني اتريبيوت تاني اسمه الريف او كي تاني اسمه الريف تمام. الريف ده بيعود على حاجه اسمها الريفرنس تمام، اللي هو المرجع، يعني الاوبجكت اي دي ده بيرجع لايه او بيشاور على انهي سكيما تمام. فانت هتعمل دبل او سنجل كوتس كده او دبل كوتس زي ما تحب تمام، وبتحط هنا اسم التيبل بتاعك في الداتابيز يعني او اسم الكوليكشن. كوليكشن هنا اسمها يوزر تمام، اللي هي اليوزر سكيما اسمها يوزر في الداتابيز تمام. فانت تاخد اسمها كده وبتروح تقول له في البوست سكيما هنا الاوبجكت اي دي ده، الاي دي اللي انت هتاخده هنا ده بيعود على الايه اليوزر سكيما تمام. فلما انت تيجي تفيتش بقى اليوزر محدد بالاي دي بتاعه، فهيرجع لك الايه، هيعرف ان انت بتشاور على اليوزر مثلا مش بتشاور على الشات تمام، فيرجع لك اليوزر ماشي. طبعا عاوزين نصدر البوست سكيما تمام. اهم حاجه تفهم يعني ايه اوبجكت اي دي، بنستخدمها نقول من جزء التايبس اوبجكت اي دي، وبعد ما نحطها بتحط الريفرنس بتاعها تمام. عاوزين نصدر البوست سكيما دي بقى عشان ايه نقدر نستخدمها في واحنا بنعمل الراوتس يعني. فتقول له هتقول له موديول دوت اكسبورتس تمام بيساوي منجوز تمام دوت موديل تمام. وبعد هنا بتحط له ايه، كانت دوت موديل ايه، دوت موديل كانت كده ولا موديل سمول، لا موديل سمول تمام. منجوز دوت موديل، وبعد هنا بتحط له اسم الكوليكشن في الداتا بيز، اسم الكوليكشن في الداتا بيز هيبقى اسمها ايه، بوست تمام، او بوست مثلا سكيم تمام. وهنا مين اللي هيتعامل معاه هنا، مين السكيما اللي هتتعامل مع البوست سكيما الكوليكشن اللي هتبقى في الداتابيس دي، البوست سكيما اللي احنا عاملينها هنا دي تمام يا شباب. تمام ماشي. بس فهي دي السكيما بتاعتنا، نقدر نستخدمها بقى في اي حته تانيه. هنروح على الراوتس تمام، نعمل راوت جديد نسميه بوست راوت بوست او بوست دوت جي اس تمام. البوست دوت جي اس ده عاوزين نعمل فيه الميثودز بتاعت ال اتش تي تي بي بقى، اللي هي البوست والجيت تمام. فانت هتقول له كونست، اول حاجه محتاجينها الراوتر بيساوي require
اكسبريس دوت راوتر. ماشي. طب هنستخدم الراوتر ده في ايه بقى؟ هنستخدم الراوتر ده الراوتر دوت نعمل بوست. تمام، نعمل بوست ميثود، ودي هنستخدمها، هتخليها سلاش هنا كده، وانا هوضح لك الموضوع بعدين. وهنعمل ميثود اسمها كرييت بوست. تمام، كرييت بوست دي مش هنعملها هنا بقى، احنا الاول كنا بنجي لما بنعمل راوت كنا بنقول ريكوست والريسبونس. تمام، كول باك فانكشن يعني كنا بنحطها هنا. لا، انا هشيل الكول باك فانكشن ديت واحطها في فايل تاني. تمام، وهبصيها هنا على طول. تمام، يعني انا هعمل لها امبلمنتيشن في فايل تاني، فهي هتبقى كرييت بوست. وانا هروح على الفايل اللي هو اسمه كنترولر. قبل برضو ما نروح على الكنترولر، عاوزين نصدر الراوتر ده عشان ما ننساه، فتقول له دوت موديول دوت اكسبورتس بيساوي الراوتر. تمام، عشان ما ننساش برضو. ماشي، فالكرييت بوست ده هنعملها فين بقى؟ نعمل هنروح على الكنترولر ده. تمام، ونعمل له بوست دوت جي اس برضه، دوت بوست دوت جي اس دوت جي اس. تمام، طيب حلو. بص يا سيدي، احنا بنعمل ايه؟ انت بيبقى عندك هنا ثلاث فولدرات، واحد اسمه كنترولر كنترولرز، واحد اسمه المودلز، وواحد اسمه الراوتس. الراوتس دول بتعمل فيه الاتش تي تي بي ميثودز، والمودلز بتعمل فيه او الاند بوينتس هنا في الراوتس يعني، والمودلز هنا بتعمل فيه الموديل بتاع الداتا بيز بتاعك، يعني مثلا اليوزر موديل، الشات موديل، المسج موديل، وهكذا. والكنترولر ده بقى بتعمل فيه الفانكشنز اللي كل ميثود من دول بتستخدمها. يعني مثلا عامل هنا بوست وجيت وديليت وديليت، فعامل في الكنترولر، عامل كنترولر لليوزر، وحاطط في كل الحاجات اللي انا هستخدمها. تمام، فالبوست دوت جي اس ده هنعمل فيه ايه بقى يا سيدي؟ هتعمل فيه فانكشن كونست، هنسميها، هتبقى ار فانكشن، هنسميها ايه؟ هنسميها كرييت، كرييت بوست. احنا كنا حاطينها هنا كرييت بوست بتساوي ايه؟ ار فانكشن. تمام، تمام. والفانكشن ديت المفروض كنا بنبصيها هناك، بنبصيها هنا. كنا الاول بنعمل هنا ايه؟ ايام زمان كنت بتعمل ريكوست ودور ريسبونس، فانت هتعمل نفس الكلام بس هنا بقى، في هناك، هنا في البوست هنا. فالفانكشن دي بتاخد منك ريكوست والريسبونس. تمام، بتعمل ايه؟ طبعا هي اسينك عشان هنتعامل مع الداتا بيز. تمام، وعشان لما نيجي نعمل بوست جديد نستخدم الاوقات. فانت هتقول له احنا المفروض نعمل بوست جديد بقى، فانت هتاخد من البادي، محتاج هنا من البادي ايه؟ هتقول له كونست. تمام، كل بوست محتاج هنستخرج لي التايتل، واستخرج لي من البادي الايمج، وايه تاني؟ التايتل والايمج والبوست اونر. ماشي، عاوزين نعمل هنا التايم ستامبس بترو برضه، عشان ايه؟ البوست يبقى ليه كريتد وكريتد ات وابديتد ات. يعني مثلا كل بوست، انتوا فاهميني؟ يعني كل بوست بيبقى اللي الوقت اللي هو نزل فيه تايم ستامب زي ايه؟ بترو، عشان هو يحط عليه ايه؟ تلقائي كده لما كان البوست جديد. تمام، وهنا البوست اونر. تمام، بيسوي ايه؟ بيسوي هاتهم لي من الريكوست دوت بودي. ماشي يا شباب. طيب هنعمل ايه بقى؟ سهله قوي. هتقول له كونست بوست بيساوي ايه بقى؟ نيو بوست. تمام، والنيو بوست دوت هتبص الحاجات اللي هنا ده، هتبص التايتل والايمج والبوست اونر. ماشي، طيب اهو. بعد عايزين نقول له دوت سيف، يعني احنا كنا الاول بنعمل ايه؟ بنقول له كونست نيو بوست بيساوي اويت البوست اللي هو هنا ده اللي احنا عملناه بوست دوت سيف. ماشي، لا احنا عاوزين نحط دوت سيف دي هنا على طول بدا، يعني اصل احنا نعمل يعني متغير كمان عشان نعمل دوت سيف، لا فهنحطها هنا على طول. فالدوت سيف دي هنحطها هنا، بس طبعا عمليه الدوت سيف بتتعامل مع الداتا بيس، فانت لازم تحط هنا اويت. تمام، ماشي، نمسح دي كده ونقول له ايه؟ اف البوست، لو البوست اتكريت يعني تقول له ريسبونس بقى، نستخدم ريسبونس دوت جيسون. تمام، وتبصي له هنا الايه؟ البوست. ماشي يا شباب. طيب عاوزين نصدر الفانكشن ديت، فانت تقول له هنا موديل دوت اكسبورتس. تمام، وطبعا هيبقى عندنا هنا كذا فانكشن، فهنصدرهم في اوبجكت، يعني مثلا فانكشن هتبقى الكريت بوست، فانكشن للجيت بوست، وهكذا. فهتحط بصي له الفانكشن هنا. تمام، جوه الاوبجكت ده. تمام، لو عندنا فانكشن تانية هنحطها برضو ونبقى نستعملها يعني. طالما عندك كذا فانكشن
ممكن تحطها كده، او ممكن اكسبورتس دوت كرييت بوست، يعني ليها كذا طريقه يعني، فدي احد الطرق يعني. ماشي، هتروح هنا بقى في ال، احنا المفروض هنا ريكوير، احنا لا احنا المفروض نعمل ريكوير هنا للبوست صح، كونست، بس احنا عايزين نستخدم البوست سكيما. تمام، ال عاوزين نستخدم البوست سكيما اللي هي من هنا. تمام، فهنستخدمها ازاي؟ احنا كنا مستدعين حاجه غلط فوق، فتقول بوست بيساوي require. تمام، وتعمل هنا الدبل كوتس دول وتقول له تروح المودلز وهات لي البوست سكيما. ماشي، بس كده. تروح هنا بقى في عايزين نربط بين الكنترولر ده بقى والراوتس، فانت تروح بقى هنا في البوست. تمام، المفروض احنا خرجنا الفانكشن اللي هي كريب بوست، بس عايزين نجيب اصلا الراوت يعني الكنترولر اصلا، فهنقول كونست بوست كنترولر بيساوي ايه، بيساوي require. require ايه بقى يا سيدي؟ require نقطتين، وبعد كده تروح للكنترولرز وعايزين نجيب البوست. ماشي، إيه طيب البوست كنترولر ده او بوست كنترولر هناخد منه ايه؟ الكرييت بوست. تمام، دي الفانكشنال اللي احنا هنستعملها منه. ماشي، وطبعا مصدرين هنا الراوتر. هتروح بقى هنا في الـ في الاندكس دوت جي اس، هتحط الميدل وير بتاع الـ الراوتر اللي هو بتاع البوست عشان نقدر نستخدمه يعني. تمام، فاحنا هنا مثلا ابدت يوز بنقول في 1 يوزر، وبنستخدم يوزر راوتر. يوزر راوتر ده فيه كذا ميثود اللي هم بتوع الجيت والديليت ومش عارف ايه. تمام، عاوزين نعمل برضو زي اليوزر راوتر يعني، فانت تعمل هنا تقول بوست راوتر. تمام، هنجيبه من هنا من الراوتس. ماشي، والبوست ماشي، فانت تبص له هنا هتقول له، تنزل تحت هنا تقول له اب دوت يوز في 1. تمام، هتقول له بوست ده اسم الاند بوينت. تمام، ولما تيجي تستدعي اند بوينت في انا في الـ يعني لما تيجي تستدعي الاند بوينت ديت هتحدد الميثود، وهو هياخدك ويروح على البوست ايه راوتر. تمام، عشان يشوف الميثود اللي انت عايز تنفذها. ماشي، يعني لو عملت جيت ميثود على الاند بوينت ديت هيروح البوست راوتر هيشوف هل في جيت ميثود، لا مفيش الا بوست فمش هيعملها. طب هل في بوست ميثود؟ اه هيعملها، وهكذا. ماشي، فتعالى نروح هنا نعمل بوست جديد. نعمل بقى ايه؟ نروح على البوست. تمام، دي الاند بوينت بتاعت البوست، ونعمل بوست ريكوست. تمام، ونحط البادي. تمام، التايتل فيرست بوست، طبعا مفيش ديسكريبشن. تمام، في ايمج بوست دوت جي بيج، وفي البوست اونر. تمام، اللي هو خدت الاي دي بتاع البوست ده. انا قلت لك لما تيجي تحط البوست اونر بقى مش هتحط البيانات بتاعتك تاني، مش هتكتب يعني مثلا هنا مش هنطلع نكتب له احمد الصباحي ونحط له ونروح نجيب الصوره اللينك بتاع الصوره وهكذا، لا ده احنا ايه، هنجيب الاي دي بتاعه ونحطه هنا في البوست. تمام، وبعد كده البوست اونر اهو، وبعد كده طبعا ده الاي دي بتاعه، وبعد كده نعمل سند. بسم الله. تمام، قال لك الريسبونس 200. اوكي، طبعا طالما كاريت حاجه في الداتابيز المفروض يبقى الريسبونس 201 يعني عشان يبقى كرييتد يعني، فالريسبونس هنا غلط. ماشي، الستاتس اوكي دي لما بتعمل جيت ريكوست يعني. المهم البوست اتكريت فيرست بوست، والايمج ايمج دوت جي بيج، والبوست اونر اللي هو الاي دي بتاع اليوزر اللي هو احمد اللي انا كنت بوريه لكم من شويه هنا. تمام، وفي بقى الاي دي ده بتاع البوست ذات نفسه، ده الاي دي بتاع البوست، في طبعا الكرييتد ات. تمام، والابديتد ات، ودول موجودين عشان انا عملتهم بالتايم ستامبس. طيب انا يا سيدي، انت قلت لي يا عم احمد انا مش عاوز الاي دي بتاع اليوزر، انا عاوز لما اعمل جيت ريكوست على البوست. تمام، اجيب يعني ما عندي مثلا البوست ده. تمام، الاي دي بتاع البوست ده لما اعمل جيت ريكوست اجيب البوست ده، مش هيجيب لي الاي دي بتاع البوست اونر. انا يا باشا ده انا عاوز اعرض الداتا بتاعت البوست اونر هنا، يعني انا عاوز مثلا اعرض الاسم بتاع اليوزر والصور، انا مش عايز اي دي. طيب هنعمل حاجه زي دي ازاي؟ عن طريق بقى فانكشن اسمها بوبيوليت. تمام، دي في منجوز يعني. بوبيوليت ديت بتاخد منك الاي دي، مش بتاخد منك الاي دي، بتاخد منك اسم الفيلد اللي انت عاوز تفكه يعني. هو مثلا هنا اي دي، تاخد منك الاي دي ده بقى، وتروح تشوف الاي دي ده، بتروح تشوف الاي دي ده، هتروح على البوست سكيم. تمام،
وتروح تشوف الاي دي ده بيعود على انهي ريفرنس، تمام، على اليوزر، وبعد كده بتقوم جاي بتروح بقى تلف في السكيما بتاعت اليوزر في الداتابيز يعني في الكوليكشن، وبتدور على ال او مثلا مش بتدور بقى، هي بتفك لك اليوزر يعني، انت بتديها الاي دي بتاع اليوزر مثلا، هو هنا بيعود على اليوزر ماشي، فانت بتديها اسم الفيلد، اسم الفيلد اللي عندك هنا في الريكوست اللي هو البوست اونر، تمام، وبتعرف ان الاي دي ده بيعود على الايه، يعني الاي دي ده بيعود على التيبل اللي هو بتاع اليوزر، فبتفك لك الاي دي ده، بتجيب لك بتفتش لك الداتا بتاعت اليوزر كلها، الاسم والتايتل والايمج وهكذا لو في يعني، ماشي يا شباب، فهنستخدمها دلوقتي. فاحنا عايزين نعمل جيت ريكوست، تمام، عايزين نعمل اند بوينت تانية هنسميها جيت، تمام، ودي هتبقى جيت بوست، تمام، وطبعا هنا هنحتاج الاي دي، تمام، في البرامز هنجيب الاي دي بتاع البوست ماشي، وهنروح هنا على البوست كنترولر ونعمل فانكشن تانية ونسميها جيت بوست، جيت بوست، تمام، والجيت بوست ديت يا شباب محتاجين هنا كونست اي دي، كونست اي دي بيساوي الريكوست، مش احنا كنا مبصين دوت برامز دوت اي دي، مش احنا كنا جايبين الاي دي من البرامز، تمام، يعني احنا مبصينه هنا في البرامز، فاحنا هنجيبه بقى عشان نجيب بيه البوست يعني ماشي، وهتقول له كونست بوست بيساوي ماشي اويت بوست اللي هي البوست سكيما دوت فايند، تمام، في فايند باي اي دي عادي يعني، تعال نجربها فايند يعني مفيش مشاكل يعني، فانت هتقول له هنا الاي دي، تمام، الفيلد اللي انت عاوز تعمل كويري عليه الاي دي، تمام، الاي دي بقى بيقابله مين، بيقابله الاي دي ده، تمام، فلما تيجي تجيب لما تيجي تجيب البوست هتبص الاي دي وتجيب البوست ماشي، فنصدر الفانكشن هنا الاول، تمام، ونقول جيت بوست ماشي، وطبعا هنروح على البوست راوتر ماشي، مش هنروح على البوست راوتر بقى، هي كده كده ما بقت موجودة يعني، تمام، كل حاجة موجودة جاهزة هنا، تعالى نروح نعمل جيت ريكوست، تمام، هناخد الاي دي بتاع البوست ده كده ونغير ونبصيه هنا في البارامترز ونجيب لا ده بتاع البوست اونر، احنا عايزين الاي دي بتاع البوست ذات نفسه، هتروح تعمل جيت ريكوست وتعمل سند كده، قال لك ايه نوت فاوند ماشي، تعالى نروح نشوف اكيد عاملين حاجه غلط في الراوس، بوست كنترولر دوت جيت بوست، تعالى نروح على البوست كنترولر جيت بوست ماشي، نوع في الراوت النوع الميثود هنا بوست مش جيت، تمام يا شباب، طيب اللهم صل على سيدنا محمد، تروح هنا ماشي وتعمل سند جيت ريكوست، تمام، طبعا ما جابش اي حاجه، تمام، طيب احنا خدنا الاي دي بتاع مين، الاي دي بتاع البوست، طيب تعال نروح تاني كده نجرب، البوست سكيما، تعال البوست سكيما او البوست هنا التيبل اللي هو بتاع البوست ماشي اللي هو هنا ده، والفايند باي اي دي، عاوزين نجيب ال، طب تعال نجيب البوستات كلها ماشي، تعال نجيب البوستات كلها، مش هنبص هنا اي دي الاول يعني عشان نجيب بس الاي دي بتاع البوست نعرف اي دي، تمام، نروح هنا نعمل سند برضو ما ما مش هنبص هنا بارامترز بقى، تمام، جاب لك البوست ماشي، جاب لك البوست اللي عندنا في الداتابيس، طبعا الاي دي بتاعه ماشي، تعالى ناخد الاي دي ده بقى ونروح نعمل ايه، تعالى يا عم نروح نعمل نظبط الميثود بتاعتنا تاني، تمام، كانت هنا بص هنا طبعا الاي دي، الاي دي تمام، وتعالى نسيف ونروح هنا في البوست بتاع ده فايند باي اي دي، تمام، وبص له هنا يا عم الاي دي ماشي، تعال نروح نجرب كده، تمام، جاب لك البوست اهو ماشي، طيب احنا عاوزين بقى، هو قال لك البوست اونر هنا اداك الاي دي بتاع البوست اونر، لا انا مش عاوز الاي دي، انا عاوز الداتا بتاع البوست ديت نفسه،
فهنا تيجي بقى دور الفانكشن اللي هي بتاعت البوبيوليت، تمام؟ فانت هتروح هنا على البوست كنترولر، بعد ما تقول له فايند واي اي دي هتقول له دوت بوبيوليت. بوبيوليت دي بتاخد منك ايه بقى؟ بتاخد منك حاجه اسمها الباص، هي بتاخد حاجات كتير قوي، وممكن تاخد سيلكت، تمام؟ وهنشوف الحاجات دي كلها. فالبوبيوليت دي بتاخد منك الباص، الباص بتاع ايه بقى؟ الباص بتاع الفيلد، الفيلد بتاعنا اللي احنا عاوزين نعمل له بوبيوليت هنا ايه؟ البوست اونر، اللي احنا عاوزين نجيب الداتا بتاعته كلها البوست اونر، تمام؟ اللي هو الاي دي، ويعود على موديل محدد. فانت تروح هنا وتبص له اللي هنا اسم الفيلد البوست اونر، تمام؟ وتعالى نسيف كده ونروح نعمل جيت ريكوست تاني. ابعت السند، تمام؟ جاب لك الايه، فك لك كل حاجه، جاب لك الداتا بتاعت البوست اونر كلها، ماشي يا شباب؟ فهنا جاب لك الاي دي بتاع الاونر اهو، تمام؟ والنيم احمد، تمام؟ والبوست اونر ده ليه ايمج، تمام؟ وليه شاتس وكريتد ات والابديت ات، ده الحساب بتاعه يعني، تمام؟ ودول كريتد وابديت ات بتوع البوست ذات نفسه، ده الاي دي بتاع البوست وهكذا، تمام؟ طبعا البوبيوليت فيها حاجات كتير قوي، فيها السيلكت، ممكن مثلا لو، طب لو انت عاوز تحدد التايتل النيم والايمج بس بتوع اليوزر، مش عاوز تجيب الشاتس والكريدت ات والحاجات ديت، فانت هيبقى عندك بقى السيلكت، تمام؟ السيلكت دي بقى انا مش هشرحها طبعا، انت تروح تدور عليها، تمام؟ عشان الوقت ما يطولش، تمام؟ المهم بقى لو حطيت ايدك كده هتلاقي في الموديل وفي السيلكت وفي مش عارف ايه، في حاجات كتير قوي في الميثود اللي اسمها بوبيوليت او الفانكشن، بس انت عرفت الفكره، ماشي؟ اول حاجه البوبيوليت دي هي اللي بتفك الاي دي، ولما بتيجي تعمل سكيما، تمام؟ بتعمل الريفرنس باي اوبجكت اي دي. طب لو انت مثلا عاوز تعمل هنا فولورز، عاوز تعمل الفولورز بقى، او مثلا اللايكس، تمام؟ هنا مثلا انا عندي اللايكس، تمام؟ فاللايكس دول اصلا من النوع يوزر، ماشي؟ فهيبقى اري، اوف الناس اللي هم عاملين اللايكس دول، تمام؟ فانت هتعمل هنا اري برضو، تمام؟ اوف الايه التايب بتاعه، التايب، تمام؟ اوبجكت اي دي، تمام؟ والريفرنس ايه؟ الريفرنس يوزرز برضه، اليوزر، تمام يا شباب؟ فهي دي الفكره بقى، الفكره انت بقى ابدع بخيالك، انا عرفتك الطريقه وانت ابدع بخيالك. يعني لو حد عجبه الفيديو ما تنساش تعمل لايك. الفيديو ده انا سجلته لتاني مره على فكره، لاني سجلته اول مره باو بي اس وما رضيش يعني، وطلع ما تسجلش، صوره، تسجل صوت بس. فيعني ايه، تقديرا للمجهود يعني، يعني اعملوا لايك. ولو حد يعني حابب يبقى صديقي على الفيسبوك، هتلاقوا البتاع في القناه، يعني هتلاقي في القناه كده فوق البوسترات بتاعت السوشيال ميديا يعني. سلام عليكم.